احنا سلبات. احنا نعمل حاجه سيئه جايه. عامل لي مشاعر وعامل لي صبر قليل وعامل لي الوتر الحساس. ممكن تقروا له الفاتحه كلنا كده؟ الله معلش خلينا نعمل حاجه سيئه جايه. ولو يا جماعه ما عرفتش خلينا نتكلم من هو ايه. انا غنيت الكدابين على فكره، انت كنت تحلق دقنك ولا ايه؟ الله يسلمك يا حبيبي. حاسه اني جايه من العراق. انا النهارده صوت الكل. بحس ان انا صوت كل بلد بغنيها. ماما انت رايحه فين؟ قلت لها عندي حفله في تونس، قالت لي عندك حفله في بقدونس. وما بحبش ساعات ان هي لما بتغني بحس ان هي ماسكه على الناس شيكات. مين معزومين؟ اوكي؟ وحمائي وتامر جايين يحيوا الفرح، فانا حسيت بصراحه ان احنا سلبات. المره اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجاله، مش عارفه ايه اللي مزعلهم في كده، اكيد اكيد دول شويه عوانس. انت كنت لايف حبيبي؟ قناة النهار الجديد الفضائية.